كنا عظيم طبيعة، قالوا الست دي في الخديعة ضليعة. كيدهن عظيم طبيعة، سهلة من دي عليها ألف وقيعة. كيدهن عظيم طبيعة، قالوا الست دي في الخديعة ضليعة. كيدهن عظيم طبيعة، سهلة من دي عليها ألف وقيعة. من براها الله الله، من جوايا انهار أخبار، واللي تنوي تخيله بتبقى مصيبته أكبر. من براها الله الله، من جوايا انهار أخبار، واللي تنوي تخيله بتبقى مصيبته أكبر. من كيد النسا، من عمايله يا ناس. من كيد النسا، وتعبنا منه خلاص. من براها الله الله، من جوايا انهار أخبار، واللي تنوي تخيله بتبقى مصيبته أكبر. لا 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 لا. في الفتن سابقين أوانهم، في المكر ولا حد ينافسهم، وتبقى حوسة للي تجري الليل. ضحكة غمزة تسيب مفاصله، وينسى أصله وينسى فصله. سنته سودا وأمه داعية عليه. من براها الله الله، من جوايا انهار أخبار، واللي تنوي تخيله بتبقى مصيبته أكبر. من كيد النسا، من عمايله يا ناس. من كيد النسا، وتعبنا منه خلاص خلاص خلاص. يا نهار ابوها اسود، هي حصلت كمان عايزه تقهرني على حته الواد اللي ما عدتش غيره. هي الست دي ايه؟ ما بتتعظش ابدا؟ مش كفايه اللي حصل لبنتها ولسه ما خفتش لحد دلوقتي؟ ومين قالك اني هسمح انها تمس شعره منه؟ ده انا ادفنها بالحياه لو اي حد يفكر يهاوب ناحيه يوسف. وبعدين يا يوسف هنعمل ايه؟ ما هو انت لو ما عملتش كده هتدور على حد من وراك وتاذي الولد. ما احنا لازم نفكر ونلاقي حل. انا كمان قلقان وحاسس اننا ممكن نتكشف اي لحظه. ليه بتقول كده؟ هو في حاجه حصلت؟ انت ناسي ان بقى في ورق كتير قوي باسمي وباسمك، ممكن في اي لحظه اي ورقه من دول تقع تحت ايد كيداهم. انت دلوقتي مش معاك فلوس كفايه بعد ما اديتك نصيبك. الحمد لله خلصت. خلاص، لا قدر الله لو حصل اي حاجه هتاخد بعضك وتسافر اي بلد لغايه ما انا هنا الاقي طريقه ادخلها بيها السجن ولا اوديها في 60. ده صعب. أصافها يا اختي يا حبيبتي، الهانم ناويه تتوب وتسيبها خالص من كار المخدرات ده. تتوب ولا ما تتوبش مش هي دي المشكله دلوقتي. المهم دلوقتي نلاقي طريقه نحمي بيها يوسف. انا عندي حل يخلصنا خالص من القصه دي. ايه هو؟ اقول لك. اتفضل يا استاذ، ممكن تفهمني ايه ده؟ ايه ده؟ هي حصلت يا سهام؟ تفتحي درج مكتبي وتتجسس عليا؟ انا ما بتجسسش عليك، انا كنت بفتح درج المكتب اطلع وصل النور، لقيت العقد ده، فهمني ايه ده؟ ايوه عقد شقه اشتريتها لتسليم، ايه بقى مشكلتك؟ لا مفيش مشكله، نظام خدوهم بالصوت لا يغلبوكوا. صوت ايه وخدوهم ايه؟ عيب يا دكتوره، لو طلبه من بتوعك سمع كنت بتكلمي جوزك بالشكل ده هيقول عليك ايه؟ ما تغيرش الموضوع. موضوع ايه اللي غيره؟ انا غلطت غلطه وبخبيها؟ لا يا حبيبي، هو انت عمرك تغلط؟ ده انت ناقص كمان تكتب لها البيت اللي احنا قاعدين فيه ده كمان. بأمن البنت يا سهام من عمايلك. شوف انت بتعملي ايه معاها وانا لسه عايش. امال لو لا قدر الله جرالي حاجه هتعملي ايه في البنت؟ ما دي حجه اللي على لسانك الايام دي وانا مش فاهماك. انت يا هانم اللي اضطرتيني اعمل كده. معاملتك للبنت بقت مخلياني لا حاسس بالامان ولا مطمنه. وخلاص يا حبيبي، مش عملت اللي انت عاوزه وجبت لها الشقه، خليها تمشي من البيت ده، انا مش عاوزاها. انت اتجننتي ولا ايه؟ انت عايزاني اطلب بنتي من بيتي؟ يانا يا هي في البيت ده. كده يا سام؟ ماشي. اشبعي بالبيت. انا هاخد بنتي ونسيب لك البيت ده متطربق فوقنا فوق. رؤوف! تسليم! رؤوف! تسليم! انا سامحتك قبل كده مره، مش هسامحك مره تاني. مين اللي سامح مين؟ فوقي بقى لنفسك بقى، فوقي! تسليم! تسليم! تسنيم، بابا انا ما جيتش من الامارات عشان اخرب لك حياتك المستقره بقالها 25 سنه. يا بنت ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انت عايشه مع ابوكي ومفيش قوه في الارض هتقدر تبعدك عنه. يعني ايه يعني يا بابا؟ يعني مستحيل اتخلى عنك تاني، وسهام عارفه كده وانا حذرتها. ولعلمك بقى انا من بكره هشطب شقه اكتوبر، ولو حصل اي حاجه تاني معاها هنروح انا وانت نعيش هناك، وتعيشي معززه مكرمه لغايه ما اسلمك لابن الحلال بايديا. هو فين ده يعني؟ يا حبيبتي لا، ان شاء الله هيجي، ان شاء الله يا حبيبتي هيجي، ما تزعليش بس، اوعي تزعلي. انا ما عنديش غيرك يا تسنيم. ربنا يخليك ليا يا بابا. حقك عليا، ما تزعليش. تعالى يا حليم. ها عملت ايه؟ خلاص يا معلمه، بكره هننفذ العمليه. الله اكبر، برافو عليك يا حليم، بس عاوزه الموضوع ده ما يخرش الميه، يعني تعمله على ميه بيضه، مش عايزه حد يشم خبر، بحيث المخفيه دي لو عرفت ان احنا هنخطف ابنها ساعتها ممكن تهد المعبد اللي فيه. ما تقلقيش يا معلمه، ده انا حليمه مش هيصدر حد غير وهو متاكد انه هيشرفه. هفرم عليك يا واد، وهو انت كده فعلا اثبتت انك دراع اليمين، عشان كده حليمه بكره هفضي لك الفيلا كلها، كلنا هنخرج، هنعمل نفسنا رايحين اي مشوار عشان يخلالك الجو وتعمل العمليه وانت مرتاح. لا يا معلمه معلش، دي فاتت عليكي لا مؤاخذه. فاتت عليا ليه يا حليم؟ لان كلنا لازم نبقى موجودين يومها عشان ما تشكش في حد فينا، والا هتقول اشمعنى يعني اليوم اللي حصل فيه اللي حصل ده، كلهم سابوا الفيلا وخلعوا. الله عليك الله عليك، متفقين صح كده؟ معلش عدت علامه وما يعصر للشاطر. ولا همك يا معلمه، انا مجهز كفه شيء، بكره هبعت الغفير مشوار غير فيه، وفي نفس الوقت مدي المفتاح للواد اللي هيخلص، كده العمليه تبقى على ميه بيضه. بس يا بنتي ما تعمليش في نفسك كده، انا حاسه الموضوع ده مش هيعدي على خير يا ماما. ليه بس يا بنتي ليه؟ انت اصلك ما شفتيش هشام بيعاملني ازاي من ساعتها، ده حتى وشه ما بقاش يجي في وشي، حتى ده انتصام بطلت تكلمني من يوم ما هشام قال لها. كل ده وما عرفوش حاجه يا ماما، امال لو عرفوا الحقيقه هيعملوا فيا ايه؟ خلي عشمك في ربنا كبير، وان شاء الله خير يا بنتي، وبكره تقولي امي قالت لي. انا مش مصدقه يا ماما، انا حاسه اني بحلم، حاسه اني في كابوس. طب اسكتي، جوزك جه. ازيك يا طنط عامله ايه؟ تعيش من كل راضي يا حبيبي، انا كويسه الحمد لله. طب يا طنط يعني البيت بيت حضرتك، انا بس هدخل اريح شويه في الاوضه لاني تعبان جدا من الشغل. معقوله يا ابني؟ بقى تسيبني وتخش تنام؟ ده انا جايه لك مخصوص. طيب يا طنط يعني اذا كان كده ادي قاعده. طيب تعال اعملي لنا انت فنجانين قهوه من ايديك الحلوين دول. حاضر حاضر يا ماما. تعالى يا ابني، ده انت وحشتني قوي والله. خير يا طنط؟ خير يا ابني. انا حاسه كده انك انت متضايق وشايل الدنيا على دماغك. في ايه يا هشام؟ انا زي امك، قول لي. والله يا طنط مفيش اي حاجه، هو بس اليومين دول عندي شويه شغل كتير. لا لا لا، مش مساله شغل، انت زعلان عشان موضوع الخلف مش كده؟ هي حنان قالت لحضرتك حاجه؟ من غير ما تقول لي يا ابني، انا ام وبحس بكل حاجه. بس كنت عايزه اقول لك على حاجه يا ابني. ناس كتير اول ما بيتجوزوا ربنا ما بيرزقهمش بالخلفه، لكن بعد شويه ربنا بيكرمهم وبيبقى عندهم كوم عيال قرطه. يا طنط انا اذا كان عليا انا ما عنديش اي مشكله، هي بس المشكله في ابويا وامي، ضاغطين عليا قوي في الموضوع ده. ضاغطين عليك ازاي يعني؟ يعني يا طنط مستعجلين على الموضوع. هي دي حاجه برضو حد يستعجل فيها؟ دي حكمه ربنا، دي روح يا ابني، وربنا هو اللي خلقها وهو بس اللي يعرف امتى تيجي. ده انت متنور ومتعلم واهلك كمان متعلمين، فهمهم يا ابني، طمنهم. ها قولي بقى، ايه رايك في المكان اللي يجنن ده؟ جامد جدا، انا كل الاماكن اللي روحتها معاكي كلها جامده جدا. على فكره ساعات بحس ان انت المفروض كنت تدخلي كليه فنون جميله. تخيل بقى ان انا كنت هموت وادخلها، لكن للاسف ما عرفتش. انا اصلي بحب الرسم قوي. الرسم؟ لا انا ما بحبوش خالص، حتى اثر على مجموعي في الاعداديه. اصل ايام انا كنت في الاعداديه كان الرسم بيدخل في المجموع، بس بقى لما دخلت الثانويه لغوا الموضوع ده. حتى ساعتها حسيت ان انا محظوظ جدا. ما تبطل يا ابني بقى التشاؤم اللي انت فيه ده. عارفه اكتر وقت حسيت فيه ان انا محظوظ؟ يوم ما عرفت ان انت بتبادليني نفس الشعور. انا مش قد الكلام الحلو ده. كلام حلو؟ طول عمري فاكر ان انا ما بعرفش اقول كلام حلو، بس اكتشفت ان انا ما كنتش بقول كلام حلو علشان ما كنتش بحبه. بس اول ما حبيت الكلام الحلو بقى يطلع لوحده. عشان الكلام ده طالع من القلب، واللي يطلع من القلب يوصل للقلب. هي مش ليلى مراد بتقول من القلب للقلب رسول؟ ايه ده؟ انت بتسمعي ليلى مراد؟ طبعا وبحبها موت. انا بموت فيها، دي مطربتي المفضله ليلى مراد، بحبها جدا. وبقرا كمان للاستاذ يوسف السباعي واحسان عبد القدوس. جرى ايه يا ماما؟ ايه يا حبيبه ماما، في ايه؟ واحنا هنفضل قاعدين هنا كده يا حبيبتي زي الحزب الحاكم، وهم قاعدين هناك زي حزب المعارضه، واحنا قاعدين في بيت واحد؟ ما انت شايفه الحلنبوحه والحربايه قاعدين مع بعض، الاثنين يتودودوا وبيغزوني وعمالين يفرسوا فيا. هي اختك بتقول ايه يا بت؟ قصدها يا ماما ان احنا عاملين زي فريقين، احنا الاهلي وطنط روحيه وصوفيا الزمالك. يا حبيبتي يا سلام، ومالك مبسوطه قوي في وشتك عايم؟ ما تجيبوا المنتخب وتبقى ليله حلوه بالمره. ما انتوا مصاحبين الحلنبوحه والعربه وعمال ورور ورور، مش عاملين اعتبار لامك ولا حرق الدم ليل ونهار في البيت الزفت ده. امال يعني يا ماما عايزانا نخاصمهم واحنا قاعدين وشنا في وشهم 24 ساعه؟ ده كلام؟ لا يا حبيبه ماما، خديها كده نام في حضنك يا حبيبتي، على راي المثل ما بيقول عن مرات الاب، خدها يا رب. وانتوا ما عندكوش دم ولا عندكم احساس. نجاة جابت الواد اللي ما يسمى ابنها عشان يلها في نص الورث، مش مكسوفين على دمكم؟ بس ده حقها الشرع يا ماما. اسكتي، انا شايله على قلبي ومهبيه كده. الله يخرب بيت البنات على اسنانها، ما كنتش جبت لي ثلاث صبيان طلعت بيهم انا، كنت فرستها فرس كده خلاص. شايفه كايداهم بتبص لنا ازاي؟ ايوه طبعا، من كده مننا هتفلفل مولعه. وانت يا اختي اللي كنت عايزه تسيبيني لوحدي معاها دي، كان زمانها كلتني وقرقشتني بسنانها وهي شبههم من الغوله كده. ما هو انا قعدتي جنبك هي اللي مجنناها اكتر. خليها تتفرس. يا بسبتي يا لهوي يا خرابي، صوت العرسه اللي بتولد دي. ده جهاز اشتريته عشان لما يوسف يعيط اسمع صوته فيه. عن اذنك يا ست روحيه، هطلع اشوف يوسف ما يكون عايز يرضع. طيب يا حربايه جايبه جاز للواد. مفيش فايده في الموضوع ده. ربنا معاكي يا اختي. ايه في ايه اللي حصل؟ حرامي كان عايز يخطف الواد، ضربني وجري من البلكونه. ده نهار ابو اسود يا بسبت الله يا خرابي، كان عايز يخطف الواد اللي على 3 بنات. ايه ده؟ انت رايح فين؟ تعالى هنا. اوعي لازم اخلص عليه. يا نهار اسود يا حبيبي. استني عندي بنتك يا بنتي. انت بتعمل ايه هنا يا ماما؟ بتعمل ايه؟ يا حليمو بالراحه، احنا اتفقنا على كده، ده انا مش هسيبك النهارده. يا بسيبت الله يحرقك انت يا ولا، سيبه يخرب بيتك. لا ده انت زودتها قوي، اضرب اي كلام بجد. يا لهوي حليمو، الف سلام عليك يا حبيبي، خلعت قلبي عليك. بس انا عدمته العافيه صح؟ صح طبعا، انا ما كنتش اعرف ان جوزي حبيبي شاطر قوي وشجاع كده قوي يا ناس. وانت شفتي حاجه؟ احنا ما حصل لنا مواقف زي دي وكنا فيها ايه غضنفر يا امي. اخويا محسسني اني قاعده مع شمشوم ودليل. انا لازم ابلغ البوليس. طبعا لازم تبلغي البوليس. وانا معاكم، انا اطلع الولد ده من وسط 1000. وهتطلعه بقى ازاي وهو كان مقنع؟ من عينيه يا كريمه، انا ما انساش ساعه ما بصلي البصه دي. يا عم انت محسسني انك فاروق الفيشاوي في فيلم المشبوه. انا رايحه ابلغ البوليس. هو انا جايه معاك. يلا يا اختي بالسلامه. مش بس البوليس، وزير الداخليه معاك، الشياطين ومعانا احنا الملايكه. الله 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 يا اختي، خدتها حلوه نفسولونا وعماله تحسسي في الراجل، ما خلاص وتخلي عندك دم. مبسوط يا مخفي، مبسوط بشرطك السودا هي باظت، جابت لها 2 امن وشددت الحراسه على الواد. دي العمليه كانت ماشيه اخر الاجه يا معلمه. الاجه؟ ما انت شفت يا اخويا الجهاز اللي جابته، اللي بيقول ماما وبابا، واللي زاد وغطى ان جابت جهاز تاني عشان يوريها الصوت والصوره للواد. انا رايي نصرف نظره عن الموضوع ده يا معلمه، خصوصا انها بدات تشك فينا. عندك حق يا واد. شفت المخفيه بتاعت الشوارع؟ اول ما الظابط سال هتتهمي مين، راحت بصلي بصه. كويس ان انا عايشه وبلعب رياضه اهو. لا وقالت ما بتهمش حد، عايزه يبقى لها واحده عندنا تكسر بيها عين. يمكن تكون عاوزه زي الصعايده تاخد حقها بايديها. ما بتهيأليش يا معلمه، خصوصا انها لوحدها في وسطينا دلوقتي. ليه يا اخويا؟ ما العقربه والحلمبوحه روحيه، عاملين دوينتوا مع بعض، ما بيسيبوش بعض يا حبيبي. وروحيه هتعمل لها ايه بس يا معلمه؟ طب وبعدين يا واد، احنا هنسكت على كده ولا ايه؟ وانا قلت كده يا معلمه، انا رايي بس نهدي اللعب شويه اليومين دول، عشان لو حصل حاجه جديده هنخش في سين وجيم واحنا مش فاضيين للفيلم ده معايا، وبرضه عشان ربنا يقوم لنا الست امينه بالسلامه. لا يا حبيبي، دي حاجه ودي حاجه، ده انا بحمي شقه عمري وبحافظ على فلوس بناتي. يعني ناوي على ايه يا معلمه؟ ما خلاص، ما انت قلت اللي فيها. هكون ناوي على ايه؟ وبعد كده نبقى نطلع لها الاسلحه نحاربها زي ما هي بتحاربنا، ونشوف مين فينا اللي يكسب، انا ولا هي. ماما سيبيني يا ماما. يا دكتور الإدارة دمك كويسة. ده أمر طبيعي يا مدام. مريض الإدمان كل فترة بتجيله نوبة من الهياج العصبي نتيجة نسبة المخدر بتقل في الدم، وبعدين إحنا لسه ما خلصناش العلاج. طب أعمل إيه؟ أنا عمري مش ممكن أشوف بنتي بالطريقة دي يا دكتورة. أبوس إيدك. لا يا ستي، كل ده أمر طبيعي لعلاج مريض الإدمان. وبعدين هي بتستجيب للعلاج، بس الحالة النفسية بتاعتها ضعيفة وروحها المعنوية ضايعة خالص. ايوه يا دكتور، اصل باباها لسه بيتوفي. ممكن يكون ده هو السبب، بس انا عايزكم ترفعوا من روحها المعنوية، يعني تكلموها عن ذكريات حلوة، تدوها امل في بكرة، تقولوا لها عن اخبار حلوة. طب ايه الحلو احنا نقوله لها عشان تبقى كويسة؟ شوفوا هي عايزة ايه او محتاجة ايه وتعملوها لها. انا مش قادر اشوف بنتي بالطريقة دي يا دكتور. اهدي كل حاجة هتكون بخير ان شاء الله. يا رب. حاجة زي ايه دي بس اللي ممكن تفرح أمينة يا ترى؟ يا بنتي حبيبتي، يعني نفسها في سفرية تسافرها، نفسها في عربية حلوة. اديك سمعت الدكتور بيقول لازم حاجة تبسطها، وأنا مش عارفة ايه اللي يبسطها، وهي لو طلبت مني لبن العصفور أنا أجيبه لها، بس مش عارفة ايه اللي يبسطها. ولا أنا برضو في حاجة جاية في دماغي بصراحة ماما دلوقتي. طب يا حبيبتي شغلي مخك، شغلي مخك انتوا الاتنين، أنا مش عارفة ايه اللي يبسطها، انتوا اللي عايشين معاها وفاهمين أختك أكتر مني. قربوا كده واعرفوا مع بعض هي بتحب ايه وتكره ايه وانا اعمله لها. طبعا يا ماما، ده انا نفسي ترجع الفيلا دي، الفيلا وحشه قوي من غيرها، مش كفايه بابا علينا؟ ربنا يرحمها يا بنتي برحمته. انا كمان مش طايقه اشوف البيت من غيرها، ربنا ما يحرمني منكم، انا مبقاش ليا في الدنيا غيركم انتوا، ربنا يخليكم ليا، بس شغلوا مخكم، لو وصلتوا لنتيجه تعالوا الاوضه، انا صاحيه مش هنام، مستنياكم. حاضر يا ماما حاضر. حاضر لك الخير يا بنتي، يلا تصبحي على خير. انتي انا هعمل. لا حول ولا قوة إلا بالله. شايفة أمك واللي هي فيه؟ بنت كريمة، احنا ما ينفعش نبقى عارفين إيه اللي يفرح أمينة ونفضل كده قاعدين مكتفين إيدينا. لا طبعا. انت فاكرة رقم أحمد خالد؟ اه سيفته بعد ما قفل معايا اخر مره. ليه؟ طب ما تكلميه. اكلمه؟ لا طبعا، اكلمه واقول له ايه؟ انا اتفقت مع امينه ان هي لما تلاقي الوقت مناسب هي اللي تكلمه وتحكي له على كل حاجه. انا قصدي يعني تاخديه وتروحي لها وتعملي لها مفاجاه. لا يا ستي لا، لا مفاجاه ولا غيره. انا اصلا خايفه اكلمه في اي حاجه او احكي له على اي حاجه، لو ساب امينه هتبقى كارثه يا كريم. انا قصدي ان انت تفهميه ان دي حاله انسانيه، هو بقى لو عايز يسيبها يسيبها بس اما تخف. يا سلام، هشحت انا على اخر الزمن على اختي؟ لا طبعا، انا عمري ما انزل كرامتها واحط راسها في التراب. هو عايزها على كده، عايزها مش عايزها شلم عني. طب قولي لي بقى هنعمل ايه يا فالحه؟ معرفش. اقول لك يا بنت يا كريمه، انا هكلمه وزي ما تيجي تيجي، والله بقى هو لو بيحبها هيقف جنبها ويستحملها ويساعدنا، لو ما بيحبهاش وهيتخلى عنها يبقى اصلا ما يستاهلهاش. طب وحليمه هتقولي له انك رايحه تقابلي المطرب العاطفي؟ لا طبعا، يا نهار اسود ده كان يطلقني فيها. لا انا هكدب كدبه بيضه بقى وربنا يسامحني. خدي يا حبيبتي دي من ايديا. مش قادره حتى ابص للاكل. ليه كده يا امينه؟ واحنا كل يا حبيبتي ما هنطلع خطوه لقدام هترجعنا خطوتين لورا. انا تعبت يا ابتسام، حاسه اني خلاص مش هخف. يا حبيبتي هتخفي وهتبقي زي الفل، ومش انا اللي بقول كده لوحدي، الدكتور كمان قال كده، بس قال كمان انك لازم تاكلي كويس علشان تقدري تكملي العلاج. مش قادره والنبي يا امينه، اللي تاخديها من ايدي وما تكسفيني، والنبي يا شيخ عشان خاطري. ولا حتى عشان خاطري انا؟ احمد انت عرفت منين ان انا هنا؟ مش مهم عرفت منين، المهم ان انا هنا. صح، انا كمان هخرج اجيب الدواء اللي ناقص من الممرضه. سيبكم مع بعض شويه. على فكره لو في اي دواء ناقص ممكن تديهوني اروح اجيبه. دواء ايه يا فنان اللي ناقص؟ ما قلنا انا اللي هخرج اجيب الدواء، خليك انت بس قاعد هنا. بيفهم مين ده؟ ذكي قوي ما شاء الله. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. وحشتيني كده برضو، اهون عليكي. طول المده دي ما تتصليش بيا. اتصل اقول لك ايه؟ لكن انا مدمنه. لا 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 لا، مش عايزين نتكلم في القديم بقى، عايزك ترجعي امينه بتاعت زمان واحسن كمان. توعديني؟ نسا، كويس انك لقيتك هنا. أمورين يا كبير. هأمرك يا حبيبتي، ما يمرش عليك عادي يا رب يا قادر يا كريم. بصي يا ستي، أنا عايزاك تقعدي مع المدربين هناك في الجيم وتركزي كويس اليومين دول. بيقولوا لك في لعبة جديدة كده قال واحدة منهم هتجيبها، حاجة اسمها النوجة البوجة، حاجة كده قد بتجيب مكسب إيه كده كوام. قلتي لي اسمها إيه يا ماما؟ اسمها نوجة بوجة حاجة كده. آه قصدك اليوجا يا شيخة. يوجا ولا زفت، أنا شرفني. اوعى تكون ماشي بطال يا بنت ولا حاجه غلط ويجي البوليس يشمع لنا الجيم بالضبه والمفتاح وتبقى مصيبه سودة. يا ماما ضبه ايه بس ومفتاح ايه؟ بصي يا ستي، اليوجا دي نوع من انواع الاكسرسايزز اللي بتتعمل في مصر كلها، يعني حاجه كده زي تمرينات التامل. تامل كمان هتدخلوهم لنا يتملوا امل؟ يعني يبقوا الناس داخلين نضاف يطلعوا امل وزبان من عندنا؟ ايه اللعبه السودة دي يا حبيبتي؟ امل وزبان ايه بس؟ يعني بصي، يعني مثلا في ناس تبقى دماغهم وجعهم من كتر التفكير وضغوطات الحياه والحاجات دي كلها، يروحوا الجيم يدخلوا كلاس اليوجا، يقعدوا يروحوا عاملين كده ومقعبزين في الارض، وبعد كده يروحوا باصين بقى ويسرحوا يسرحوا. ماما يا كبيره، ايه بنت خضتيني في ايه؟ يا ماما اقصد يعني ان تمرينات التامل دي بتساعدهم على التخلص من الضغوطات اللي عندهم. المهم انا ماليش دعوه ولا طابت ولا غابت منك ليهم يا حبيبتي، فهمتي يا صغيرة؟ حاضر يا كبيرة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا ابتسام؟ ازيك يا كيداهم؟ كيداهم يا اختي في معوجة واتكلمي عادي. مرة واحدة كده كيداهم، اسم المعلمة كيداهم مش كيداهم حاف. طيب يا ستي ما تزعليش قوي كده، المرة الجاية هبقى احط لك عليها زعتر وزيتون. شربات 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 شربات، 5 شربات زي الاسكندرانية. أنا عايزة أشوف مال ابني وإيه اللي بيحصل فيه بالظبط. مساء الخير. اتفضل يا أستاذ سامي. مساء النور. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أهلا. أهلا وسهلا كيداهم. أهلا بيك. ابتسام بنتي. اهلا اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. اتفضل سعيده مدام. اتفضل اتفضل. اهلا وسهلا. اتفضل اتفضل. الاستاذ سامح عايز يشوف الحسابات بتاعه الجيم عشان يطلع عليها. خير ان شاء الله. لا ابدا يا مدام كيداهم، احنا كنا بس عايزين تقرير مفصل عن حسابات الجيم عشان نديه للمحاسب بتاع مدام صافيه عشان يقدمه للمجلس الحسبي وللضرايب. طب وماله؟ الجيم موجود والحسابات موجوده تحت امرك. ولعلمك بقى انا كل يوم هروح الجيم وهعمل لنفسي مكتب هناك زيك بالظبط، اظن ده حقي. طبعا يا حبيبتي، وكمان انا هوصلك على مرتبه عشان تنامي وتشخري هناك، وباخد ابنك في حضنك كمان لو عاوز. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. تعالى يا فؤاد تعالى. ازيك يا بنت صافية؟ أهلا وسهلا. وأمورينا يا معلمة. ما يأمرش عليك عدو يا فؤاد، كويس أنا بعتلك عشان عاوزاك في حاجة مهمة، تعالى أقولها لك. اتفضل. قولي لي يا ابتسام، هو فؤاد بيعمل هنا إيه؟ هيكون بيعمل إيه يا صافية؟ أكيد بيراجع مع ماما حاجة في الحسابات بتاعة المحلات بتاعتها. والله ومن إمتى بقى الكلام ده؟ أفتكر إن فؤاد بيشتغل مع ماما من قبل ما بابا الله يرحمه يتوفى. حاجة غريبة أوي. إزاي يا سناء ما تقوليش حاجة زي دي؟ ما أنا برضه خفت أقول لك يا أختي تتضايقي. يعني فؤاد يروح يشتغل مع عدوتي وأنا زي الأطرش في الزفة؟ جراء يا صافية، أنت لسه يا أختي بتفكري في فؤاد ولا إيه؟ مش حكاية بفكر فيه. بصي انا ما عنديش اي مشكله يشتغل مع اي حد، بس مش مع كيداه. ما هو الجدع عنده حق يا صافيه، كان هيعمل ايه يعني؟ ما هو عايز ياكل عيش. يعني ما لقاش غير كيداهم اللي ياكل عندها عيش؟ لا ده عايز يغزني. جايز برضه، الله اعلم. قولي لي انت عملتي ايه في ورثك من المرحوم شحته؟ ورث مره واحده يا اختي بلا نيله، هو كان حيلته حاجه الله يرحمه. ده حتى شويه العفش اللي كانوا في الشقه الايجار بعتهم بتراب الفلوس. معلش يا حبيبتي، ربنا يعوض عليكي. ايوه سناء. هي بنت مخفيه فين؟ محدش سمع صوتك يعني ولا شافك. وانت كمان وحشاني. الا قوليلي، انا عايزه استفسر منك كده في موضوع. هي البنت المخفيه اللي اسمها صافيه بينها وبين فؤاد حاجه؟ لا ابدا يا حبيبتي، اصل النهارده البنت صافيه وفؤاد بصوا لبعض بصه كده فيها ان، فقلت استفسر منك، انت شيخ الحاره كله وبتعرفي الكفت، فانا قلت افهم منك ايه الموضوع. يا سلام عليك يا معلمه، بجد بقى عندك حق. ده انا النهارده كنت عندها ولقيتها ايضا نار، ما كانتش طايقه نفسها لما عرفت ان فؤاد بيشتغل عندك، واكتر من كده كمان. يا سلام عليك يا كيداهم، شفتي بقى ان انا افهمه وهي طايره. ماشي يا حبيبتي، اشوفك بالسلامه ان شاء الله. بقى كده يا ست صافيه، اكيد اللي كانت بتكلمه في التليفون يوم ما سمعتها يبقى الواد فؤاد، مفيش غيره. ايوه هو ده، لما قلت الحنفي. الله، بس البت سنة بتقول ان سابوا بعض من زمان، ما يكونوا رجعوا لبعضهم في السر. ماشي يا صافيه، مش انت عرفتي تخطفي جوزي وتكديني؟ وحياه امك ما بقاش انا كيداهم، اللي هردلك القلم قلمين وينزل على صرصور ودنك يرن. ايوه حصل. دكتور دكتور. ايوه مساء الخير. طب ثواني، مع السلامه. امورك؟ انا بطمن على بنتي، بس اخبارها ايه؟ لا اخبار جميله جدا، الاسبوع ده حاله امينه في حاله تحسن عالي. الله اكبر. وروحها المعنويه عاليه جدا، اكيد عملتوا اللي انا قلت لكم عليه في تحسين حالتها الصحيه. والله يا دكتور الفضل ربنا، الحمد لله سبحانه وتعالى، ولكن والله اترجيتها كتير قوي. نفسك فيا يا بنتي اعملوا لك. طب انت ايه اللي يريحك؟ ايه اللي اعملوك؟ ابدا انت مش عايزه حاجه. مستحيل، ده اليومين دول مقبله على الحياه وبتعمل كل حاجه عشان تخف. الف حمد وشكر ليك يا رب، كتر خيرك يا دكتور. بروح اطمن عليك. عن اذنك، مع السلامه. مع السلامه. اه والله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حبيبه قلبي ماما، وحشتيني. وانت اهلا وسهلا. ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا. سعيده جدا يا فندم. الله يخليك، احنا اسعد. الله يخليك. ده احمد خالد يا ماما، المطرب طبعا حضرتك عارفاه. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك يا فندم. طب انا هسيبكم قاعدين براحتكم واستاذن انا. ليه يا ابني؟ اهلا وسهلا بيك، حصل لنا الشرف. ولا يعني لما يجوا الشياطين يذهبوا الملائكه؟ لا يا فندم ازاي، ما تقوليش كده، ده حضرتك ملاك ومنورانا والله. الله يخليك. عن اذنك يا فندم. تسلم خطوتك. بالسلامه. مع السلامه يا فنان. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يعني اي وقت ان شاء الله. ده مين ده وايه اللي جابه هنا في المستشفى؟ ايه اللي جابك في الاوضه يا بنت انطق؟ يا ماما انا بقول لك يا ماما، احمد خالد ده المطرب اللي غنى في فرح حنان. افتكري ونام يا ماما. يا حبيبتي، وجاي يغني عليكم هنا في الاوضه ولا ايه؟ لا يا ماما. امال ايه اللي جابه هنا بالطاق؟ ده كان جاي هنا يزور واحد صاحبه، شافني واقفه في الطرقه فبيقول لي ازيك يا بسام، امينه عامله ايه؟ فقلت له امينه ايه اللي خلاك يا امينه؟ ايه اللي خلاك تجيب يا نهار اسود؟ انا ما كنتش عايزه حد يعرف الاخت الجايه هنا بتعمل ايه وبتتعالج من ايه؟ انت ما عندكيش دم؟ لا يا ماما، يا ماما ما تقلقيش، احمد على فكره انسان محترم جدا، انا عارفاه كويس، وهو عمره ما هيقول لحد ايه اللي بيحصل ولا مين هنا ولا بيعمل ايه. يا حبيبه قلبي، يا عينيا يا روحي. وانت عرفتي منين بقى ان هو مش هيقول يا قلبي؟ انت هتكلمي هنطق اهو يا ماما، بس اديني فرصه هنطق. اصل يا ماما هو يبقى يعني صاحب واحدة صاحبتي، أنا عارفة أهلها ناس شيك وكويسين ومحترمين وأنا عارفاهم يعني. خلاص يا حبيبتي، ما يجريش حاجة، تقومي كده بالسلامة إن شاء الله، وأطمن عليكي، وساعتها أشوف أهله مين وهو مين بالظبط. العيلة كلها هتشرب بيها، بس من هنا وراح اللي أقول لكم عليه تتنفس، مفهوم؟ طبعا. الله يرحمك يا بابا. يا بنتي فكيها بقى، يعني انت اللي قاعده تقولي لي بطل يأس وشوف الدنيا حلوه ما تشوفهاش سودا والكلام ده كله، اول مشكله تقابلك تعملي كده؟ انا صعبان عليا بابا قوي يا لؤي، حاسه كده ان هو ممزق بيني وبين طنط دي. ما ايه؟ ممزق؟ حلوه قوي منك ممزق دي. على فكره انا ما بهرجش، انا بتكلم بجد، انا من يوم ما رجعت وانا حاسه ان انا هديت له حياته اللي كانت مستقره، وبعدين انا مش عارفه احب طنط دي ابدا، انا عندي حق، احب واحده مش طايقاني ازاي يعني؟ طب ما عشان ما نظلمهاش، بس ما تحطي نفسك مكانها وفكري بطريقتها، يمكن نلاقي عذر. لا لا، انا حياتي معاهم في بيت واحد محال. انت عارف بابا قال لي ان انا هو هنمشي من البيت. تمشوا من البيت تروحوا فين؟ الشقه اللي هو جابها لي. ايه ده؟ هو باباكي جاب لك شقه؟ في 6 اكتوبر. كام اوضه؟ بذمتك ده وقته؟ انا بتكلم بجد. انا لو عملت كده يبقى انا فعلا بهدله حياته. طب ما تشوف اخوك هشام، دخليه في الموضوع. يا ابني هشام ده في الطراوه، واليومين دول بقى دماغه مش فيه. ليه وليه مراته عندها مشاكل في الخلفه. طب ما هو مشاكل في الخلفه، ربنا يكون في عونهم. انت عارف يا لؤي، مفيش غير حل واحد، الا وهو ان احنا نتجوز. ايه؟ طيب ماشي خلاص، طيب حاضر. ايوه ادخل. السلام عليكم يا معلمه. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا يا معلم هاب. اهلا اهلا اهلا. ايه اهلا اهلا، ايه الشرف العظيم ده؟ اتفضل. ربنا يبارك لي فيك يا رب. ويبارك لك يا رب. ايه يا راجل الغيبه دي كلها؟ الله يبارك فيكي. انت ايه حكايتك؟ لا حس ولا خبر في السوق، ايه الحكايه؟ معلش يا معلم هاب، انت عارف ان بعد موت حنفي قلت حد الله بيني وبين الشغلانه دي ما عادش هشتغل في الصنف. الله 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 الله، حد يتاجر في الصنف ويرجع فيه كده بالساهل؟ معلش يا معلم، الضروره لها احكام. اصل العمليه الاخرانيه دي خسرنا فيها الجلد والسقط، كفايه ابو بناتي راح فيها والبوليس صدر الفلوس. قلت يلا رحمه بنور على ابو العيال وبطلت الشغلانه دي. الله 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 الله، ايه الحكايه؟ كل ما اروح لحد يقول لي بطلت بطلت بطلت. الله، هو في حد تاني بطل الصنف؟ اه فؤاد. فؤاد مين؟ فؤاد زعتر. فؤاد زعتر؟ هو فؤاد زعتر اشتغل معاك؟ عمل معايا عملية حشيش انما ممكن. رحت له بعد يومين قال لي لا احنا بطلنا. اه طب والعملية دي كانت امتى يا معلم؟ بعد موت المعلم عادة وشوية. انما الله، انت متابع الموضوع ده قوي يا معلمة ليه؟ لا ابدا يا معلم مفيش حاجة. اصل الواد ده بقى شغال عندي دلوقتي ومدعي الفقر، فمش عاوزاه يعرف ان انا عرفت عنه حاجه. عيب يا معلمه، شرك في بير. انا المعلم ابو. طبعا يا معلم ابو. يا معلم صباح الفل يا معلم. اهلا اهلا، ازيك يا ليمو؟ الله يكرمك. الحمد لله نحمده يا معلم. مش عيب يا راجل تقف المكان ده والمعلمه بتاعتك تبطل شغل في الصنف. شش، وطي صوتك. ايه احنا هنا في مكان محترم. اه محترم برضه، انت في لاين دماغك وترجعك تشتغل في الصنف تاني. بقول لك ايه، الباب ده خلاه بالضبه والمفتاح. انسى. يعني ايه انسى؟ يعني مفيش فايده. بقول لك انسى. طب بقول لك ايه، تعرف الواد فؤاد زعتر؟ اه نعرف ستاعي. ماله؟ اعرفه كويس. ايه اللي اعرفه كويس؟ اه اعرفه كويس. هو بيصرف بضاعته فين دلوقتي؟ هو كان باع لك بضاعه قبل كده ولا ايه؟ الله، يا ما تعرفوش. هو انتوا بتعرفوا كويس ازاي؟ ليه بس؟ الله، هو الواد ده حالته بضاعه يا معلم. اه ما تاخدش في بالك، سلام عليكم. بقول لك يا واد يا حليم، تعرف واد مين اللي لها في البضاعه اللي كانت في المخزن عند المعلم عدوي؟ فؤاد يا معلم. ده الواد ده طلع حكايه يا ابن اللذينه، لبسنا العمه كلنا. يخرب بيته. طب وبعدين يا معلمه هنعمل فيه ايه الولد ده؟ الولد ده طلع دماغه سم قوي يا حليم، عايز الواحد يتكتك له على رواق. امال يعني مش باين عليه النعمه ابن اللئيمه؟ طبعا ده لابت في الدوره يا حبيبي، نايم على الخميره اللي هافه لغايه الموضوع ما يتنسي، وساعتها يقول لك ان خالي اللي في البرازيل مات وورثته، زي الافلام العرب اللي بتشوفها دي. يا ابن اللذينه، ده الولد طلع حكايه واحنا نايمين على ودنا. ايه اللي حكايه؟ ده حكايه وكبيره قوي. بس عايزه راي يا معلمه، الواد ده لازم يتلسع لسعه عشان يقول حق برقبتي. لا يا حليمو، الواد ده طالما بالدماغ دي، ده في قلبها سم، لازم نمتص السم اللي جواه عشان نعرف نستفيد منه. نستفيد منه؟ ازاي يعني؟ لا ازاي دي مش دلوقتي، سيبني كده مخمخها بقى في دماغي ولقاها، وساعتها اقول لك ازاي ونعمل ايه. دي بحر غويط البيت ملوش قرار. عشان كده بقى مختفيه اليومين دول. معرفش. خبيت ايه يا هشام؟ هتجوز ولا ايه؟ انت قلتي للبنات ان احنا هنتجوز؟ هو غلط ولا حرام؟ ده اكبر تاجر مخدرات فيك يا بلد. ايه يا بابا اللي حضرتك بتقوله ده؟ شم يا بت. اما نشوف حكايتها ايه هي كمان. دي زي الخاتم في صباعي. بس اللي عملتيه ده يا هانم اسمه غش. انا متاكده ان في حاجه غلط. انت مالك انت ومال الحواديت دي؟ انا راجل دم حامي وما احبش الكلام ده. خد يا عمري. لو عارف اللي ناوي النية السوء هينوبوا ايه يوم من شره قبل ما تيجي فيه رجله يفوق ويدع معاها بقت عمره لو عارف اللي ناوي لما تيجي فيه رجله يفوق وده معاها بقت عمره ويا بخته اللي يسيبها على الله حاله دايما بيكون مع دول ويا همه اللي الدنيا بتاخده ولا حاجه في الاخر بيطول ويا بخته اللي يسيبها على الله حاله دايما بيكون معدول ويا همه اللي الدنيا بتاخده ولا حاجه في الاخر بيطول ما هو كله باذنه وبامره الدنيا ماشية أكيد بحساب سلف ودين يوم هتردوا حقك ده حتى سنين لو غاب لازم في يوم برضه هتاخده ويا بخته اللي يسيبها على الله حاله دايما بيكون مع دول ويا همه اللي الدنيا بتاخده ولا حاجه في الاخر بيطول ويا بخته اللي يسيبها على الله حاله دايما بيكون مع دول ويا همه اللي الدنيا بتاخده ولا حاجه في الاخر بيطول ما هو كله باذنه وبأمره